إنها الوجهة الرئيسة للفنان التشكيلي علي العوض. هو الذي اعتاد أن يقضي معظم وقته في هذا الركن من منزله لممارسة فن الخزف. منذ أكثر من 27 عاماً، وأنامل العوض تعمل بمنتهى الدقة وغاية الإتقان لتحويل هذا الطين إلى قطع فنية. 94-95 بدأت يعني من فترة طويلة وتعلقت في الخزف، يعني هو سحبني له وأسرني، فما أقدر أتخلص حاليا منه. ورصيدي بالأعمال كثير، شاركت به الكثير من المعارض. يحاكي الخزاف الواقع الذي يعيش فيه هو حاليا، يتفاعل الخزاف مع الأحداث اللي تصير حواليه، عالمية محلية. فلذلك اكتشفت أن العديد من الخزافين لهم أعمال تتعلق بالمعاناة اللي مروا فيها في فيروس كورونا. على الرغم من التطور التكنولوجي وظهور أنواع مختلفة من الفنون، يحرص الخزاف الكويتي على ديمومة هذا الفن الذي يعد من أقدم أنواع الحرف عبر توسيع قاعدة انتشاره عربياً. وهو ما دفع العواض إلى تنسيق الملتقى الأول للخزافين العرب، فحمل أعماله إلى هذه الفعالية الافتراضية التي حملت عنوان فيروسات من طين. نرحب حالياً بالخزافين العرب المتواجدين لمعادنا في هذا اليوم. أكثر من 60 خزافاً من مختلف الدول العربية عرضوا على هذه المنصة أعمالهم الطينية والخزفية المعجونة بمعاناة وهموم جائحة كورونا. طبعاً هناك جمهور متذوق وهناك من العامة، الجميع يستطيع الاستفادة من الخبرات وتعلم ما هو الخزف وما هي التكنيكات والتقنيات لهذا الفن والنوع الخاص من الفن. وهو يعني فن الخزف هو من أقدم أنواع الفنون المستخدمة، فهذه تجارب فنانين من الوطن العربي كافة، فجميل أن يستفيد الوطن العربي وتصير فيه تبادل خبرات وتجارب من خلال الفنانين. يحتضن هذا البيت في الكويت الفنانين والمهتمين بفن الخزف بما يضمن لهذا النوع من الفن الاستمرارية للأجيال المقبلة.